رحمة معكم بالعيد موتشيكي مباشرة من العمل الحي الحسني عن الشوق وبالضبط عند الطون ديما الدبارة ساقين فداء المسابقة دي المدينة دي طاح ناحية مدينة العيون. وهذا البطل كينتمي إلى الجمعية الحداوية، وهذه الجمعية كتنتمي إلى اتحاد جمعيات الدار البيضاء الكبرى والنواحي. وتشكرك الأخ الدبارة في النتيجة اللي بدلتها اليوم في هذه المسابقة دي المدينة طاح، وتتذكري مع الاوائل فدا المسابقه. وعفاك وشوفوا واحد الحمامه الاولى ولا الثانيه نشوفوها. الاولى ولا الثانيه؟ كما كتشوفوا معنا هذا هو اللوفت المتواضع ديال الاخ البطل الدبار ساقم في جمعيه ديال الحداويه. والله يسخر ليه في هذه المسابقه كما كنشوفوا اللوبس على قد الحال، الله يسخر ليه. ولكن الحمام من السلاله الجيده كتمنوا ليه التوفيق في باقي المسابقات المتبقيه في السنه القادمه ان شاء الله. الحمامه الاولى للذكر الاخوه، الحمامه الاولى طلقناها ولكن ما بغاش تهبط. نشوفوا عمليه ديال الحمامه الثانيه. هذا هو الكاشي ديال اتحاد جمعيات الدار البيضاء الكبرى والنواحي 2014، ونشوفوا العمليه ديال الترقيم ديال الباق ما يخص بالجهاز الالكتروني. نشوفوا الرقم ديال الخاتم 300 493 493 050 2012 حمامه من نوع ذكر ياك؟ ذكر دفلي. الله يسخر ليه في النتيجه اللي حققها اليوم. وبغينا الاخ دبرت تقول لنا السلاله ديال هذه الحمامه. السلاله ديال هذه مهم من الدم القديم، كان عطاها لي الاخ الرقيبي بيضاء وسخر لي فيها الله وصيفطناها وان شاء الله راه مهم تخلصت لنا هي الثانية إن شاء الله. الثانية عندي في السجنة. أييه. والحمد لله الحمد لله. المهم ملي ديكلارينا بهذ الحمامة. وبالنسبة للأم ديالها؟ الأم ديالها حتى هي من الدم ديال القديم ديال هذاك الدري، وديجا ضاربة وضاربة حتى في الاتحاد. أييه. الأب ديالها تا هو ما عرفتوش أنا اش فيه. المهم يلاه غادي نسول. الله يسخر لك الارتسامات ديالك وانت كتفوز بهذه المسابقه. وكيفاش حضرتي الحمام؟ تا جات الحمامه، كيفاش كتشعر بديك اللحظه باش جات الحمامه؟ الحمد لله صراحه هذا الشعور ما اقدرش نوصفه لك. ومهم فرحانين بد كنا كنتمناو باش ندخلوا العيون ودخلناها، وراه صراحه ماشي بالسهل باش تدخلها في هذا الجو، راه جو شويه قاصح. الحمد لله الحمد لله. الجو كان كارثي وكان معدل ديال الكارثي ماشي كارثي 100%، ولكن تمكن اتحاد جمعيه الدار البيضاء الكبرى باش يحصل على عديد من الحمام المتوجه الى هنا الى مدينه ديال الدار البيضاء. والمسابقه كانت ناجحه 100%. الحمد لله. والله يسخر الجميع. امين. وتيحضر معنا هنا في عمليه ديال الكونترول الاخ جبير عن جمعيه ديال حي عادل، اللي بغى يقول لنا شي كلمه بحق الاخ الدبار. ساقيم كنهنيوه بهذه النتيجه اللي حصل عليها في بان هذا غادي تكون من 30 من الحمام اللي غادي توج بالنسبه للاتحاد، وكنهنيو بها بهذا الانجاز اللي دار، وكنتمناو ليه المزيد من التالق في هذه الهوايه هذه. السلام عليكم. نشكرك الاخ جابر. ومعنا الاخ ايضالي انت هو اللي غادي يقول لنا شي كلمه بحق الاخ الدبار ساقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنهنئو الاخ الدبار ساقيم عن هذا الفوز هذا، عن هذا الانجاز هذا، وهذا بحد ذاته شرف للجمعيه الحداويه. وتبارك الله راه هو بطل عنده عده انجازات في الجمعيه الحداويه، ودابا كيستطاع يضرب في الاتحاد. تبارك الله عليه والله يسخر الجميع. نشكرك الاخ ايضالين. وتيحضر معنا الاخ الايراوي هو مكلف بالعمليه الكونترول ديال اتحاد جمعيه الدار البيضاء الكبرى والنواحي. السلام عليكم اخويا. عجباتني الحمامه ديال هذا السيد صراحه، والله العظيم الحميمه ومبروك عليه. وانت والله العظيم وضاربه داك العام السماره، وهذا العام هي في البري في الاتحاد، وراه حميمه تبارك الله عليه. الله يسخر ليه ومبروك عليه. الله يسخر عليه. الله يسخر. مبروك عليك الاخ دبر في هذه المسابقه ديال المدينه ديال طاح ناحيه العيون. جي توجد معنا رئيس ديال افاق بن سليمان اللي تيحضر معنا في عمليه ديال الكونترول، حتى هو
في هذا اليوم هذا شي كلمه بحق الاخ الدبار ساقيم طونديم في المسابقه ديال طاح الدبار على الانجاز الرائع اللي حققه، والحمامات الاولى ولا الثانيه كاملين حمامات من سلالات العريقه وسلالات مزيانه، وكنهنئو وكنقول ليه مبروك على هذا الانجاز الكبير. الله يسخر لك اخويا. شكرا الاخ الاخ البطل في مدينه ديال بن سليمان، وكما كتشوفوا معنا هذا هو اللوفت ديال الاخ الدبار ساقيم طونديم، وشوفوا طلع واحد الاطلاله على الجهاز الالكتروني ديال الاخ الدبار. التوقيت قلنا التوقيت الاخ ايدالين، التوقيت هو 2:18 و8 ثواني بالنسبه للسيري ديال الحمامه 41 51 67 2011. انت مبروك عليك، الديكلاراسيون صحيحه 100%، نفس الديكلاراسيون اللي كاين في الجهاز الالكتروني، نفس الحمامه اللي راقبناها وشناها. والله يسخر ليه، ومبروك على الجميع، ومبروك لاتحاد جمعيه الدار البيضاء الكبرى والنواحي. وكما كتشوفوا معنا هذا هو اللوفت المتواضع ديال الاخ الدبار ساقيم عن جمعيه ديال الحداويه. الله يسخر لي، هادو هما الحميمات اللي كتشوفوا معنا في الصوره. اللوفت على قد الحال، الحمام جيد، الله يسخر ليه. كما كتشوفوا معنا لا كاليبوتي الشرابه لوكله من نوع الرفيع اينوكس، الله يسخر ليه، الله يسخر لهاد البطل هذا الدبار ساقيم عن جمعيه ديال الحداويه. والاخ الدبار شي اخر كلمه بالنسبه لك؟ اخر كلمه. والحمد لله كما قلت لكم كنت كنتمنى ندخل العيون ودخلتها، وصراحه صراحه راه مجهود ماشي شويه وشنو، الحمد لله ملي دخلنا والحمد لله هذا هو اللي كاين. مبروك عليك، هذا هو البطل ديالنا الدبار ساقيم طونديم في هذا الحي ديال حي الولفه، وكينتمي الى جمعيه الحداويه. مبروك لهذا البطل، ومبروك للجمعيه الحداويه، ومبروك لاتحاد جمعيه الدار البيضاء الكبرى والنواحي، وجاوتو وفي هذه الحقيقه هذه في هذا الوقت بالذات. كنشكر جميع لي كوفايور، جميع الرؤساء، وجميع الناس اللي بذلوا مجهود كبير لانجاح هذه المسابقه ديال مدينه طاح، اللي كتكون اول اتحاد كيدخل عدد كبير من الحمام بالاسم ديالي بالعيد المنتجي الناطق الرسمي لاتحاد جمعيات الدار البيضاء الكبرى والنواحي. نستودعكم الله، والى اللقاء في مناسبه قادمه بحول الله ومع بطل اخر. الى اللقاء.